وللحديث أكثر عن العقوبات التي فرضت على ممولي حزب الله في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بك معنا أستاذ حسان. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ حسان. يعني كما تعلم فرضت أمريكا عقوبات جديدة على ممولي ميليشيا حزب الله في غينيا. بداية، ما الأنشطة التي لحزب الله ومموليه في غرب إفريقيا؟ كلما اشتد الحصار على إيران وأصبحت تعاني من صعوبات في تمويل ميليشيا حزب الله وسائر الميليشيات التابعة لها، يسعى حزب الله إلى تجنيد الجالية اللبنانية وهي من الطائفة الشيعية في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية لاستخدامها واستخدام تعاونها في تأمين موارد مالية لحزب الله للتعويض عن العجز الإيراني في التمويل. وحزب الله يسعى من خلال رفع منسوب التحريض الديني والاستنفار الديني لدى أبناء الجالية الشيعية اللبنانيين بشكل خاص في أفريقيا، للعمل مع مؤسساته على دفع تبرعات وجمع أموال، وأيضا استثمار أموال حزب الله في مشاريع صناعية أو مشاريع تجارية، وبالتالي تأمين موارد مالية لحزب الله للتعويض عن هذا العجز الإيراني. كذلك فإن إمساك حزب الله بالمطار والمعابر الحدودية في لبنان يسمح له بإدخال ما يريد من أموال نقدية إلى الداخل اللبناني دون محاسبة، وحتى غير ذلك من المواد الأخرى، خاصة وأن التهريب الآن أصبح ينتقل من لبنان إلى أفريقيا. أنا أتحدث عن المخدرات التي يتم مصادرتها، تتوجه إلى أفريقيا ومن هناك يعاد تصديرها إلى أوروبا وإلى دول الخليج العربي. فهناك يعني ضغط حقيقي على الجالية اللبنانية للتعاون مع حزب الله وخاصة على الجالية الشيعية. نعم، إذن يعني ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء هم من أعضاء حزب الله أو منتمين لحزب الله، وإنما يعني لربما يستفيد منهم كما تقول حزب الله في أن يكونوا من الطائفة الشيعية في استغلالهم في هذا الموضوع. دون شك في ذلك، لأنه يرفع منسوب الانتماء الديني، وكما يعلم الجميع أن هناك عملية التبرع والحقوق الشرعية ودعم محور المقاومة، هذه العبارات والمصطلحات، وهناك أمور دينية أيضا تتعلق بعملية جمع التبرعات، الخمس والزكاة والصدقات وما إلى هنالك، وحتى حقوق الأيتام وإلى آخره. لاحظنا في الكويت المرة الماضية عندما تم اعتقال مجموعة كانت تجمع تبرعات لصالح مؤسسات أيتام في لبنان من الطائفة الشيعية، تبين أنها تذهب إلى حزب الله لتمويل ميليشياته. إذن العناوين هي خيرية، عناوين دينية، عناوين مساعدات اجتماعية، ولكن في حقيقة الأمر هي تصب في خدمة ميليشيا حزب الله. والتركيز على جنوب أفريقيا، على غرب أفريقيا ودول غرب أفريقيا، أن هناك الكثير من الجالية اللبنانية من قرى، خاصة من قرى الجنوب اللبناني، وجميعهم بعضهم أصبح إما منتمي إلى حزب الله أو أنه يتعاطف مع حزب الله أو أنه يستفيد من تسهيلات حزب الله في مطار بيروت وفي الثائر. سيد حسان، يعني هذا النوع من العقوبات كيف سيكون تأثيره على حزب الله؟ هذا التأثير يعني هو إيجابي من حيث أن الجميع أصبح يعلم أن هؤلاء إنما يعملون مع حزب الله ويستفيدون من تسهيلات حزب الله وأن حزب الله يستفيد منهم، فبالتالي يصبح هناك مقاطعة، شبه مقاطعة، ثم لا يمكن يعود بإمكانهم تأمين تحويلات مالية عبر المصارف، ولكن حزب الله يستعير عن هذا بالنقد، بالنقدي الكاش الذي يأتي عبر المطار في حقائب. الجميع تحدث عنها هنا في لبنان أن المال يأتي من أفريقيا نقدا في حقائب المسافرين، ولا أحد يتعقب هذه الحقائب لأن هناك تسهيلات معينة موجودة نتيجة الهيمنة الموجودة. نعم. في الواقع حزب الله بحاجة لهذه المساعدات، بحاجة لهذه هذا المال، والعقوبات الأمريكية تشكل فعلا عائق حقيقي يؤثر سلبا على اللبنانيين أنفسهم الذين يعملون هناك، وكذلك يؤثر سلبا على حزب الله وإمكانياته المالية نظرا لعجز إيران عن تأمين التغطية المالية التي كانت تقدمها. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.